حياكم الله مشاهدي متابعي قناة دبليو تي في شاشة وطن، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج المعتمد. اليوم وصلتنا مناشدة من أهالي منطقة الثعالبة، المنطقة السكنية للأسف اليوم ينقصها الكثير من الخدمات، وبدورهم يناشدون اليوم السيد رئيس الوزراء وأيضا الجهد الهندسي وأيضا أبطال الحشد الشعبي للوقوف إلى توفير أبسط الخدمات ومقومات الحياة اليوم اللي يحتاجها الأهالي داخل هاي المنطقة. رح نتعرف على تفاصيل أكثر من خلال ضيوفي اللي موجودين وياي داخل الاستوديو، نعم، واللي راح يشاركوني حديث، لكن قبلها احب انوه للساده المشاهدين انه ارقام الاتصالات راح تكون مفتوحه اللي يحب يشارك من خلال ارقام البرنامج اللي راح تظهر اسفل الشاشه وايضا عن طريق خدمه التليجرام. ارحب بالاستاذ قحطان الابراهيمي ممثل عن اهالي المنطقه، حياك الله استاذ قحطان. اهلا وسهلا، بسم الله الرحمن الرحيم. اول مره نشكركم على حسن الضيافه، وانه نعم. وصلتوا معاناتنا للمسؤولين عن طريقكم. بالنسبة لمنطقة الثعالبة استاذ، قبل لا تبلش احب ارحب يعني بضيوفي ايضا موجودين يا استاذ حسين الطيباوي مسؤول لجنة الخدمات في منطقة الثعالبة، حياك الله استاذ حسين. حياك الله اختي، رحم الله والديك. نعم، وايضا ارحب بالاستاذ مؤيد الحمداني محامي وممثل عن اهالي المنطقة، حياك الله استاذ مؤيد. حياك الله استاذ. نعم، بداية عندنا مادة نروح نشوفها، من بعدها نرجع نكمل حديثنا ويا ضيوفنا. طبعا احنا نناشد دولة رئيس الوزراء الاستاذ محمد شاع السوداني والناشد المسؤولين، يعني والله تعبنا من المناشدات، تعبنا من المطالبات، يعني هاي منطقتنا طاب وصرف، يعني لا نائب وصلنا، لا يعني ما جاي حتى يضمنونها من ضمن الخطة الخدمية، ونتمنى ونسأل الله يعني أن يلتفتون لهاي الناس، والله تعبنا. يعني هاي المحلات، يعني تشوف هنا محلة 377 ومحلة 375 ومحلة 373 ومحلة 371، هاي كلها صارها 20 سنة وما بيها كل خدمات. هاي وقفة احتجاجية من أهالي منطقة الثعالبة. منطقة الثعالبة اللي تتكون من 4 محلات واقع عليها ظلم من عام 2001، تم توزيعها من قبل النظام السابق. من ذاك الوقت إلى هذا الوقت ما دخل أي جهد خدمي أو جهد هندسي، ومنسية كأنه ما موجود على الخارطة، مع العلم سندات ملك صرف. إحنا حاليا تحيط بينا مناطق زراعية ومناطق عشوائيات، جاي تقوم الدولة بخدمتها هندسيا وخدميا وخدمات كاملة، اشمعنا هاي المنطقة ما وصلها أي شيء. أكثر مشكلة تواجه العراقيين بعد 2003 هي مشكلة أزمة السكن، وهاي المشكلة يعني للأسف ماكو رئيس وزراء اجى من 2003 لحد هذا اليوم وحلها بشكل جذري، وما تنحل هاي المشكلة إلا تنحل أزمة الثعالبة وأزمة يعني المناطق اللي شبه الثعالبة، هي أراضي طاب وصرف سكني ما مخدومة ولا متقدم لها أي خدمات. أصحاب القطع هاي الأراضي كلهم قاعدين بالإيجارات وعندهم أراضي طاب وصرف سكني ما مخدومة، أقل خدمة تصير للثعالبة راح تحل أزمة السكن. زين، وهذا الموضوع يعني ما يتدخل به إلا دولة رئيس الوزراء الجديد بارك الله به أو الأمين. زين، وإحنا وهاي قدامكم وشوفوها. زين، اهلا وسهلا بكم مشاهدينا مجددا. منطقة سكنية تقع في قلب العاصمة بغداد ينقصها الكثير من الخدمات والكثير من الامور، رغم المناشدات والمطالبات 20 عام لم يتم توفير الخدمات لهذه المنطقة، على الرغم من انها منطقة سكنية ملك صرف وليست منطقة زراعية او تجاوزات، وزعت من عام 2001 لحد هذا اليوم ينقصها الكثير من الخدمات والامور. راح نتعرف على تفاصيل اكثر من خلال ضيوفي اللي راح يشاركوني حديث وموجودين وياي اليوم داخل الاستوديو. ابدا ويا استاذ قحطان، حياك الله استاذ قحطان. اهلا وسهلا، حياك الله. بدايه استاذ قحطان، اهم المشاكل اليوم تعانوها كاهالي المنطقه. والله بالنسبه لمنطقه الثعالبه اللي هي توزعت من سنه 2001 ولحد احنا هسه 2022 و23 راح ندخل بيها ابسط خدمات ما بيها، اللي هي منطقه الثعالبه صايره تابعه الى مدينه الشعب. بالاخص منطقه خلف البزل، ابسط خدمات ما بيها، لا مي لا مجاري لا كهرباء لا طرق. نعم، تفتقر الى هوايه امور. زين، شنو الاسباب؟ والله الاسباب يعني ما نعرف، هي تعمد متقصدين، لانه ما معقوله منطقه صار لها 21 سنه متوزعه وهي رسميه طابو،
يعني لا تجاوز، يعني تروح المناطق الزراعية هسه بصفها مناطق زراعية متوفرة كل الخدمات بها اللي هي الكهرباء والمي والمجاري متوفرة بالمناطق الزراعية. ترحين أي منطقة زراعية زين، هي منطقة سكنية اللي منطقة خلف البزل محلة 371 و 373 و 75 و 77 أربع محلات. راجعنا اي نعم، راجعنا طالبنا ناشدنا امناء بغداد جوي هوايه وماكو بس وعود، رئيس وزراء جوي بس وعود، واحنا هسه نطالب دوله رئيس الوزراء السوداني انه يلتفت لهذه المنطقه وبعد ما بها نعم. مجال لانه الان استاذ قحطان الصور معروضه للمنطقه على الشاشه. نعم شوفوا هسه هاي المنطقه، يعني هذه المنطقه متوزعه بال2001، شوفوا ماكو لا طرق، يعني حتى هسه آليات تريد تدخل مواد بناء ما يقدر يدخل. شوفوا هذه البيوت، يعني هسه المنطقه بها بناء بها بيوت بها ايه ايه نعم ذيك بها بيوت وبها سكن ساكنين بها، يعني هسه ما اعرف هذولاك البيوت هسه اذا اساله شلون طلاب مدارس يروحون مدارسهم، شلون يروحون للاسواق زين، شلون يقدرون يمشون بهاي، ماكو يعني ماكو طرق. هي قلت لك آليات تريد تدخل مواد بناء ما نقدر نوصل مواد بناء، وهم يطالبون يقول لك سوي لي نسبة 60% هذا القانون ما أعرف منين جابوه، يقول لك قانون سوي لي نسبة سكن 60% الله وفر لك خدمات. زين شلون تجيني أحقق هاي النسبة 60% وأنت ما منطيني بنى تحتية اللي هي مي ومجاري وكهرباء، شلون أسكن هاي 60% تسكن وماكو عندهم مي وكهرباء ومجاري؟ هسا ما نقول لك مريد تبليط ومريد أرصفة، سوي لي ذن البنى التحتية، يعني صعبت عليهم يعني بلد زين. هي المنطقة جاي ياخذون من عندها رسوم، كل قطعة جاي ياخذون منها رسوم تقريبا 1,200,000 على مدار هذه العشرين سنة. شنو هاي لمن تابع؟ هذه رسوم تروح إلى البلدية بيع وشراء القطع، تروح نعم. للبلدية 400,000 500 إلى رسم طابو، 300 للضريبة، 1,200,000. هسا احنا ما نريد من الخزينة مالتهم. يعني اكو جباية تاخذ من العوائل نعم. الناس نعم. اللي تريد تشتري، لكن أبسط خدمات هي ما متوفرة بهاي المنطقة. نعم. نعم. زين. ابقى يا استاذ قحطان، انتقل ويا استاذ حسين. حياك الله استاذ حسين. حياك الله اختي وشكرا لكم على هذه الاستضافه. نعم استاذ حسين، كونك اليوم مسؤول جنه الخدمات في المنطقه، اهم الخدمات اليوم اللي تنقص على المنطقه تحديدا. والله يا اختي يعني انا من تقولين اهم الخدمات، يعني اريد اطالب معجزه، واذا هي ما بيها كل شيء، ما شاء الله صحراء. يعني منطقه معدومه الخدمات نهائيا، اصلا ما مذكور اسمه خدمات على هاي المنطقه، يعني كل شيء ما متوفر بيها، كل شيء ما مذكور بيها ولا متوفر. للعلم ناشدنا الامناء السابقين راح اعددهم بالاسماء. نعم. صابر العيساوي، عبعوب، ذكرى علوش، منهل، واستاذ علاء، واخر شيء عمار. ما شاء الله الاذن الصاغي قبل يومين انا مشاده كلاميه انا وياه، لان بس الوعود بصراحه. وللعلم اكو اذا تنفتح ملفات الثعالبه هواي راح تروح بيها، لان اكو تخصيصات لها بالامناء السابقين، مجرد انه تخصيص رقم ينسحب وتروح هاي الخدمات بلا شيء. ايش قد التخصيصات الماليه انصرفت الى خلال العام؟ انا بس اللي اعرف له تقريبا التخصيصات الماليه 11,600,000 بس مال عادل عبد المهدي من كان رئيس وزراء. 11,600,000 وكل شيء ما صار اعمار بيها؟ كل شيء ما صار بيها، اضافه الى انه 3,000,000,000 انصرفت على تاهيل شبكه المجاري، اللي علم هي شبكه المجاري تنفذت على حساب الاهالي. نعم. يعني اي دور الاماره بغداد ما بيها. وين راحت 11,600,000؟ والله ما ادري يا اختي، انا اتمنى انه. زين استاذ حسين، هاي اعمده الكهرباء اشوفها بالشاشه، من اللي مسويها؟ هاي الاهالي ست. بجهود ذاتيه. بجهود ذاتيه ويوميه، هز تمر يا نخله. شلون؟ تروحين للمسؤول يطالبك بنسبه سكن، زين نسبه سكن ادري شلون والله بالدعاء انا اعيش، زين هسه العده يعني هسه انتم تشوفون الصوره دي تحكي. هسه هاي المنطقه طابو صرف سكني يعني بس الجبايه مالتها سنويا بالمليارات. زين هاي منطقه معقوله تدر على اماله بغداد هاي المليارات وهاي خدماتها؟ ما شاء الله بس القصب بيها، حتى كانت الاهوار قبل يناجدون يقولون الاهوار بيها قصب، هسه الهوار نشفت واحنا طلعت المنطقه صارت قصب. نعم. يعني ما نعرف احنا وين يريد يوصلنا هذا امين بغداد، خاصه عمار موسى قال على مود اجيب بالاسامي. نعم. ابقى يا استاذ حسين، انتقل يا استاذ مؤيد. استاذ مؤيد حياك الله. 11,600,000 وين راحت؟
والله بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية أحب أشكر قناتكم الموقرة على استضافتنا من أجل إيصال صوتنا إلى أصحاب القرار لعله تتحرك. هذا واجبنا أقل شيء ممكن ضمائرهم. الله يسلمك. بالبداية أحب أطرق الموضوع معين، أنه منطقة الثعالبة هي منطقة متلاصقة لقضاء الشعب الذي لا يبعد كثيرا عن مركز العاصمة، وهذه المنطقة مهملة إهمال واضح من قبل أمانة بغداد اللي هي يفترض بها أن تقدم الخدمات إلى هذه المنطقة، وهي مخالفة واضحة وصريحة لقانون أمانة بغداد نفسه. حيث نص قانون أمانة بغداد رقم 16 لسنة 1995 المادة الأولى تقول: تتولى أمانة بغداد تقديم الخدمات البلدية ضمن حدود مدينة بغداد بما يضمن تطورها بشكل مخطط يتناسب مع كونها عاصمة العراق. الآن نعم. أنتوا صورتوا الفيديو. نعم الصور هي نعرضها. بين مخالفة واضحة وصريحة لقانون أمانة بغداد نفسه وواضح الإهمال المتعمد. نعم. أو الغير المتعمد، المهم هو إهمال واضح وصريح من قبل أمانة بغداد، بالإضافة إلى نقص الخدمات. إنه هاي المنطقة تعاني من مشكلة أخرى، هي مشكلة البزل. نعم. بهاي المنطقة يمر، طبعا هي هاي المنطقة هي منطقة مأهولة بالسكان. احنا حتى هذه المحلات الأربعة هي تابعة لمنطقة الثعالبة، وهي بلغ بها نسبة السكن أكثر من 70%. يعني الآن حتى لو طالبونا أنه يريدون نسبة السكن يكون أكثر من 60%، هو لا يمكن أنه تجي زين المنطقة إلى محلات، إنما ينظر إلى المنطقة ككل. الحالية المنطقة هي بلغ بها نسبة السكن أكثر من 70%، واجب على أمانة بغداد إكمال الخدمات إلى كافة محلات المنطقة. نعم. نتطرق الآن لمشكلة البزل. مشكلة البزل. ما يدعي عندنا اتصال هاتفي نأخذ بعد هنا. ألو. قطع الاتصال. نعم تفضل. أي. الآن. رجع الاتصال. نعم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا. تفضل، منو يانا؟ علي من بغداد. حياك الله علي، تفضل. طبعا اولا نشكر قناتكم الموقره على تسليط الضوء على اراضي الثعالبة. احنا اللي نشكركم. وطبعا نشكر الاخ حسين طليباوي على متابعته الحثيثه لهذا الموضوع. نعم. ستي العزيزه، الاراضي طبعا ما مخدومه صار لها 20 سنه، مثل ما قالوا الاخوان انه هي اراضي ملوك صر زين، وما تبعد عن مركز المدينة إلا بضع كيلومترات. فإحنا الناشد من خلالكم، من خلال قناتكم، نعم. رئيس الوزراء إذا يريد يضع بصمة إليه، يحرك الجهد الهندسي والجهد الخدمي على مود يستنفر القوة مالته، ويعرف أنه صدق أكو وزارات وأكو إمكانية يعني لبناء هذا البلد. هذا أبسط مثال إلى راح يكون. إن هاي الأراضي مفتوحة، الجهد الخدمي والهندسي يقدر ينزل لها بسهولة، ومثل بقية المناطق اللي مكتظة بالسكان ويحتاج لها إلى قشط وتفليش، ويعني أمور كلش كثيرة. يعني هذا أفضل اختبار حقيقي لرئيس الوزراء أنه يدعم هاي المناطق بالخدمات، وما طالبين الناس هاي المناطق المستحيل، طالبين شوارع عفو مجاري وكهرباء. هاي أبسط مقومات العيش. يعني أنا عندي قطعة أرض هنا 200 متر، معقولة أنا هسه ما أقدر أبنيها وأسكن وأنا هسه حاليا قاعد إيجار؟ نعم. يعني اليوم أنت متحمل إيجار والبهذلة والمبالغ اليوم اللي تدفع الإيجار، المفروض أنت يعني تبني هاي القطعة وتسكن بها، يكون لك أفضل. شكرا لك علي وشكرا لتسالك. عندنا اتصال هاتفي اخر. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. انا وسام، تفضل، من ويانا؟ وياكم حج علي. حياك الله حج علي، تفضل. شلونكم يا ابو شخبار؟ اهلا وسهلا. احنا نشكر قناتكم المفضله علينا. احنا اللي نشكر. تنقل واقع حال التعارض. نعم. الو. نعم تفضل، انت على الهواء عزيزي، تفضل. ممنون رحمة الله على والدك. احنا عندنا شوية اشكال ويا البلدية مالتنا يعني ما دا تنظر للثعالبة. واقع الخدمي بيها تعبان. ندفع بلدية، ندفع رسوم. وكل شيء، كل اشكال ما يسوونه، كل انجاز ما ينطونه. شوية بلدية مال الشعب خلي شوية يرتفعون عليها رقابة نظرية. يتوبون عليها. نعم.
نحن نشكر جهودكم. شكرا لاتصالك حجي علي. نعم ارجع للضيوف، عندنا اتصال اخر. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا، تفضل، من ويانا؟ اريد اشترك على مود منطقه الثعالبه، اشارك في الموضوع. نعم تفضل عزيزي، انت على الهواء، من ويانا؟ انا ابو غزوان. حياك الله ابو غزوان. والله احنا بالنسبه هاي المنطقه يعني صار اكثر من 20 سنه وتقول عبالك قاعدين بالصحراء. نعم. لا مي، لا كهرباء، لا تبليط، لا مجاري. شلون يعني شلون تصير هي الناس اذا ابسط مقومات الحياه المي والكهرباء. نعم. زين المفروض احنا يعني نشكر قناتكم الموقره على هاي الجهود اللي بذلتوها وطلعتوا معاناه العالم اللي هناك عندها قطع اراضي، شلون نبني احنا؟ بس قول لي شلون؟ نعم. حضرتك ساكن بالمنطقة لو بعدك؟ أنا لا والله ما ساكن، شلون أبني؟ شلون أبني إذا ماكو لا مي ولا كهرباء؟ أنا أناشد من قناتكم الموقرة، أناشد السيد رئيس الوزراء وجهد الدولة المركزية اللي تقدم الحشيد إن شاء الله والوزارات الأخرى أن ينظرون إلى هاي المنطقة ويبدون بالشوية شوية، يعني ما نريد نقول يعني خدمات بالتدريج. المي والكهرباء وبعدين المجاري والتبليط، حالها ابسط مقومات الحياه. نعم. ان شاء الله يعني يسمعون صوتك ويستجيبوا لدعوتك. ونشكر الاخ حسين الطليباوي على جهوده قبل هذا البرنامج ومن خلال البرنامج، والله نعم. يوفقه ويوفق كل خير يخدم الناس. نعم، شكرا لاتصالك ابو غزوان، تحياتنا لك. ارجع ويا الضيوف، نعم. ارجع ويا استاذ مؤيد، نعم استاذ مؤيد، 70% هم سكان بهاي المنطقه. نعم ستي. شلون يعني قادرين يعيشون بظل هاي الاجواء والصعوبات؟ نعم ستي، قلنا بالاضافه الى مشكله نقص الخدمات انه هاي المنطقه تعاني من مشكله اخرى هي يمر بها بزل صبي. نعم. المياه الثقيله للمناطق عديده منها سبع قصور والحميديه والشعب والثعالبه وغيرها. نعم. هذا البزل يترك مخلفات بيئيه اللي هي سموم وغيرها، تسبب اضرار صحيه واضرار ماديه تستوجب التعويض. الاضرار الماديه تتمثل انه يعني هسه انا احد الاشخاص اللي عندي قطعه ارض هناك، اليوم. نعم. اجيت من ردت ابني القاع حفرت ربع متر طلع لي مي، زين؟ يعني هذه ضرب البناء اضافه الى الاضرار الصحيه اللي هي جدا مهمه لحياه الناس، بالنسبه يعني لحياه الناس يعني مستقبلا البناء ممكن يعني يضر به ماديا زين. نعم. اللي هي قلت لك الضرر المادي والماده 204 من القانون المدني العراقي واضح وصريح تقول كل تعدي يصيب الغير باي ضرر يستوجب التعويض. نعم. وترك البزل بهذه الطريقه الغير حضاريه وال المضرة بالحياة الصحية للمواطنين وبالإضافة إلى الأضرار المادية هو يعتبر تعدي واضح وصريح من قبل أمانة بغداد. زين، ما ناشدتوا الأمانة؟ احنا مناشدين الأمانة سابقا، والأخ أستاذ أبو علي عنده متابعة مستمرة وياهم، يعني وعودات بلا تنفيذ. نعم. ومن خلال قناتكم نناشد دولة رئيس الوزراء وأمانة بغداد الحكومة المحلية المحافظ الحضور إلى هذه المنطقة ومعالجة مشكلاتها. إحنا أحسن ما نقيم دعاوى عليهم. نعم. زين، اللي هي أكيدا تستحق التعويض لكل مواطن صاب ضرر مادي أو غيره. إحنا تعالنا ما نريد هاي المبالغ مال التعويض، تعالوا سووا لنا خدمات أحسن ما ظلون إنه أنتم تدفعون هاي مبالغ التعويض للمواطن. نعم. قيا أستاذ مايد، عندنا اتصال هاتفي. ألو الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا، تفضل، من يعني؟ انا اشكركم شكر جزيل واشكر الاخوه اللي موجودين هسه يعني وياك. نعم، احنا اللي نشكركم على المناسبه. والاخ الشاب مصطفى ما اعرف شو اسمه. نعم استاذ مؤيد. انا حيدر. حياك الله حيدر، نعم تفضل. الله يسلمك. صراحه احنا يعني تعرفين يعني ما اريد اضيف يعني على الاخوه يعني كفوا ووفوا بهذا الموضوع. تعرفين هاي المنطقه طابوا صرف سكني صار لها اكثر من 20 سنه من توزعت. تعرفين الجوايات بهاي المنطقه مليارات هي سنويا. نعم. واي خدمه مقدمه الامانه امانه بغداد ما مقدمه اي خدمه لهاي المنطقه. هاي وحده. شغلت له واذا انصرفت المليارات لهاي المنطقه كلها راح تضيع يعني بيد من خلينا نكون واقعيين راح تضيع بيد جيوب الفاسدين. زين؟ واحنا صراحه احنا ناشد هسه من خلال قناتكم الموقره الكريمه وزين ناشد لخدمه هاي المنطقه. صراحه اذا ايستنا من هذا الموضوع فما عندنا غير
هو النزول الى الشارع صراحه، ونسوي خيام ونسد الشارع زين على مود نطالب وابسط حقوق لنا يعني. تخيل هذا البلد، بلد المليارات، بلد الخير، بلد النفط زين، هو هذا هو هي وضعيته يعني. اراضي طاب وصرف سكن هي وضعيته يعني. كلنا قاعدين بالايجارات يعني. شو الفرق عندي قطعة ارض الزراعيه التجاوز؟ قاعد بالايجارات وعندي قطعه ارض وقطره مي ما بيها زين ست. فاحنا الناشد هسه وهذا على مود يوصل صوتنا، على مود يكونون يعني على بينه. نعم ان شاء الله يوصل صوتنا. دوله رئيس وزراء، لانه صراحه احنا يسلم الامانه وشكو امين يجي كلها وعود مو صحيحه، وكلها وعود بس وعود كاذبه يكذبون علينا والله العظيم. المسؤولين كلهم يكذبون زين يعني. يجمعون المليارات براس هاي المنطقه، واي خدمه اي خدمه مقدمين لها يطبق القانون براس ياخذ حقه من عندي زين، وما نقدم خدمه لهي المنطقه. اراضي طابوا صرف سكن هاي حالها، واكو اراضي صفنا تجاوز وعدم المي والكهرباء والخدمات الكامله. الله يقبلها، محمد يقبلها زين. فهم لا يقبلون هالشكل بهاي وضعيه. احنا 6000 قطعه، اذا ينزلون هسه 2000 بالشارع يسدون الشارع كليته زين. والحمد لله رب العالمين. ونحن نشكركم شكر جزيل، ونشكر الاخوه اللي موجودين كليتهم. شكرا لك اخ حيدر، شكرا لاتصالك. نعم ارجع ويا استاذ قحطان. استاذ قحطان يعني اليوم هي 6000 قطعه؟ نعم زين. هي العفو، هي منطقه الثعالبه مقسومه الى قسم يعني 11000 قطعه. نعم مقسومه نصين، اللي مثل ما قال اخي استاذ مؤيد قالت تحيطها بزول. طبعا هي تحيطها 3 بزول للعلم، مو بزل واحد. فيقسم المنطقه نصين، اكو بزل اللي هي 6000 قطعه اللي تسمى خلف البزل. هذه المنطقه يعني معدومه نهائيا مثل ما شفتوها هنا، معدومه نهائيا، صحراء كل شيء ماكو بيها. نعم. وراجعنا تعيش يعني بهاي الاجواء. رحنا راجعنا موارد المائيه، قلنا لهم يابا هذا البزل يا اما تغلفوه يا اما تغيرون مساره. ماكو بس وعود يعني. تروح لهم يقول لك ايه بسيطه، ويطلع لك روتين تعبان زين. انا لا متى اظل هذا الروتين صار لي 20 سنه انا عليه. نعم. الى متى؟ وقلت لك هي يعني تحيطها 3 بزول مو بزل واحد يعني. هذا انت المنطقه مياه ثقيله يعني، مما تحيطها هي ميكروبات وجراثيم وريحه. احكي لي شنو الامراض الصايره بالعوائل اللي ساكنه هناك؟ والله يعني اكثر العوائل الساكنه هناك يعني من امراض جلديه، امراض صدريه تحسس من عندها بالاخص بالصيف يعني. نعم. تعرفين انه بلد ما بي تطفى الكهرباء يعني، من يجيب يفتح الهواء الخارجي يعني، يجي هواء مع البزل، ريحه البزل يجي من عندها. يعني ممكن العالم ايضا تتسمم. طبعا. نعم. امراض جلديه، امراض تحسس يعني تصير بال 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 بالناس. نعم. زين. فاحنا قلت لك منطقه الثعالبه يعني مقصوده يعني صار لها 20 سنه هي مقصوده. امين بغداد، امين بالاخص، امين هو التقصير، كل التقصير من امين بغداد. نعم. يعني شنو صعب عليه؟ شنو يعني اذا صعب عليه يسوي شبكه مي ماء ومجاري؟ العفو مديره شركه توزيع كهرباء بغداد، نروح لهم والله انا ما عندي اعمده، خمسه اعمده ما يقدر يجهز لي؟ نعم. لعد هاي شلون دولة تصدر نفط وتقول احنا بلد مصدري للنفط وبلد كذا وكذا، وهو خمسة اعمدة ما يقدر يجيب لي، اروح اشتريها من السوق؟ نعم. سعر العمود مالته 150000. نعم. يعني هاي استاذ قحطان قوي عند صالات. نعم. في الو. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا، تفضل من ويانا. شلون السيد شاطر وليد هاشم؟ حياك الله استاذ وليد، تفضل. الله يخليك. طبعا احنا نشكر القناة بالبدء على جهودها. احنا اللي نشكر. بسمع الله يحفظك، بسمع صوت المظلوم والفقير، لان احنا والضيوف اما اشكرهم حضورهم وتعبهم بالجيه والحضور. نعم. طبعا احنا ملينا من اسماع صوتنا المسؤول مع الاسف يعني اقول ده. منطقه سكنيه ملك صرف، ويمكن شفتوها انتم الصوره. نعم. الصوره معروضه على الشاشه واضحه بالضبط، لاني سندات ملك صرف لا زراعي ولا تجاوز. صيغه السند الدوله ملزمه انه توفر لي خدمات. انا كمواطن انا ما رحت لا حواسن ولا رحت زراعي، انه بس احنا مثلا نريد احنا نسوي اعمده نسوي، يقول لك ما يجوز ما يصير. حتى هذا رجل عندي الضيف تاعه اخذوا منه تعهد في سبيل انه ما تجي تطالبنا احنا كدوله باناره او باعمده. يعني اكو بالعراق تشيب ده يشتغل عكس مقلوبه يعني، مو صحيح. نعم.
يعني احنا صار لنا من 2001 هاي المنطقه الى يومنا هذا ما بها اي خدمات ولا طبت اي جهد هندسي ولا اي جهد خدمي. ليش؟ يعني ما موجوده على الخارطه عندكم؟ زين؟ انا اريد همين عن طريق القناه توصلون صوتنا للامين ورئاسة الوزراء وكل واحد متكفل ابو الاسكان اي جهد مدير البلديه. نعم. زين؟ واحنا يعني كل هذا الكلام مالتنا فقط على الخدمات، احنا ما طالبين شيء. شنو يعني انا ما اريد مجاري وانا تحتيه؟ زين؟ يعني احنا سنتين 2022 خلصت. واني اجي طالب على خدمات ابسط ما يكون توفرونها للمواطن. انتم كدوله واحنا دوله نفطيه والله محتارين بالمليارات وين يودوها؟ بيا صيغه ياخذونها الفاسدين واحنا قاعدين منطقه صحراء سماء وطارق. ليش؟ الله يقبل؟ الله يعينك يعني صراحه. الله يحفظك، انا اشكرك. انا اللي اشكرك على الاتصال، شكرا لك. عندنا اتصال هاتفي اخر. الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا، تفضل من ويانا؟ شلونكم يا عين؟ اهلا وسهلا. الله يخليك، احنا بالتصوير صار هم جابوها عليكم بالتلفزيون، هاي القطعة اللي تقريبا اللي صاير بها ماي والسيولة الواقع، انا هاي قطعت، هسه انا اللي يجي ابو البلدية أو يجي أحد المواطنين يقول لي ابني شلون ابني؟ بس فهموني شلون ابني؟ يعني أقدر أوصل للقطعة، مدارس، ماكو، أطفالي، ريحة البزل، مياه الثقيلة. أنت ساكن بالمنطقة؟ الفرق مو طبيعي. الضيق مو طبيعي، يعني شلون واحد يقدر يبني؟ شلون واحد يقدر يعيش؟ احنا مو عراقيين، احنا مو نريد، نريد راحه، نريد نعيش حالنا حال الدول. ليش هيكي؟ ليش احنا بالاخص احنا منطقتنا هسه احنا السعاده، ليش هيكي؟ ليش هسه ماي منطقه الشعب صفنا تبليط واناره؟ المنطقه تبون شام منطقه زراعيه، منطقه تبون شام منطقه زراعيه معامل فيها تبليط، فيها خدمات متكامله، فيها مدارس. متوسط اعداديه الولد ما عندنا بمنطقتنا. ليش؟ يعني بدنا يطلع يروح على الشارع العام والله ذاك يوم واحد من اولادنا اندعم على الشارع، اعداديه ماكو. ليش؟ يعني ليش فزري احنا ليش ما عندنا احد ينظر لمنطقتنا يشوفها؟ وانا اشكركم. شكرا لاتصالك، تحياتنا لك. عندنا اتصال اخر؟ نعم. ارجع ويا استاذ حسين. استاذ حسين، ذكر احد المتصلين يعني استاذ وليد انه كتبين حضرتك تعهد او منو من عندكم؟ طبعا كتبوا اخوي قحطان على هذا التعهد. كتبوك تعهد؟ نعم. شنو السبب؟ على مود راجعت بوقتها على مود الكهرباء للمنطقه، فمن راجعت للمنطقه قالوا تكتب تعهد على روحك انه انت تجهز المواد، يلا نعطيك موافقه. يعني انت تجيبها من جيبك الخاص؟ اي اي يعني مو من جيبي الخاص، يعني من التمويل الذاتي مال الاهالي يعني. اي يعني بس انا صرت بالوجه قالوا انت تكتب تعهد على روحك، واذا تختلف بهذا التعهد اجراء قانوني تاخذ بحقك، لانه انت اجيت طالبت بكهرباء. قلت لي صار من ساعه، قلت لي هم اذا اروح لهم على خمسه اعمده يسووها علي، مو خمسه اعمده، خمس اعمده مو حديد، خمس اعمده ذهب يسووا لي اياها، يقولوا لي ماكو. نعم. وكتب التعهد على روحي، موجود التعهد اذا تحبونها ماتين موجود يعني عندي هسه. زين، شنو يعني التعهد؟ يعني مجرد انه انتوا توفرون الاعمده؟ نعم. وهي الدائره تجي مجرد تنصبها؟ لا لا لا، هو احنا ننصبها، بس هو يقول لك انا اعطيك موافقه تشتغل، بس تسوي تعهد على روحك انه انت تجهز المواد وما تطالب بهم بعد. زين، يعني هاي العواميد تشتروها من السوق السوداء؟ اي نعم، من السوق السوداء. زين، ايش قد تكلفه العمود؟ العمود اشترينا قسم منه اكو سعره 150 واكو نوعيه سعرها 170. ليش حسب اليوم ما عندهم امكانيه تجهزكم؟ ما عندهم، رحنا لهم قالوا ما عندنا. يعني قالوا اذا تردون نحاججهم يقولون منطقه مثلا زراعيه، بس هاي منطقه سكنيه. سكنيه، يعني نروح لهم يقول لي ما عندنا، تريد تروح تشتري من السوق مش تحط. قلت له انا عندي هاي كتب المراجعات، انا راجعت. نروح لهم يقول روح اشتري من السوق. يعني احنا اليوم من نحاجج مسؤول نقول له يابا هاي منطقه ما بيها خدمات، ما بيها تبليط، ما بيها شوارع، ما بيها اعمده، ما بيها ماء، ما بيها كهرباء، يحاججنا هو يقول هاي منطقه زراعيه ما مدروجه ضمن الرقعه الجغرافيه، بالتالي ما محسوبه على المناطق السكنيه. احنا سكنيه ما قاعدين نكفيها، لو بنكفي الزراعي فالعالم الفقراء اللي ما عندها امكانيه تضطر انه تشتري بهاي المناطق الزراعيه، بس هاي المنطقه هي اصلا منطقه سكنيه. ملك صرف يعني سندات طابوا اليوم، يعني ما معقوله هم يروحون يشترون الاعمده ويجهزون نفسهم بهاي الاعمده. سعر العمود اليوم وصل 150، اليوم العوائل من تجيبها لو عندها امكانيه ما تقعد بهيك مناطق.
يعني ما تضطر انه تشتري بمبالغ ماليه خياليه بهيك مناطق، بس العالم يعني مضطره انه تسكن بهيك مناطق اليوم، ينقصها الخدمات والكثير من الامور. نعم ارجع. بنفس الوقت هم بنفس الوقت ياخذون فلوس، يعني احنا بدنا نشتري على حسابنا وياخذون قلت لك رسوم. نعم. بنفس الوقت الدوله جاي تاخذ رسوم، بس وين هاي الفلوس تروح ما نعرف. نعم. ابقى يا استاذ قحطان، انتقل يا استاذ حسين. استاذ حسين اليوم شنو فرق هاي المنطقه على الزراعي؟ يعني اللي دا اشوفه هي حاله حال يوم اي منطقه زراعيه، يمكن يوم الزراعي شويه افضل بها اعمده بها شويه شوارع بدات تتبلط من قبل الاهالي، بس يوم دا اشوفه يعني عباره عن صحراء. والله يا ست احنا بصراحه الخلل اللي بينا انه موجود نعرف انه وين العله. نعم. العله كاشخاص اللي هم متنفذين بالدوله او على الخدمات ومواقعهم اللي يديرون من عدد الخدمات هم السبب الرئيسي الوحيد، يعني بالكهرباء انا اللي اعرف الاشخاص اللي هم ياخرون الخدمات. وشنو الغايات؟ الغايات لانه توفير الخدمات للزراعي وحرمان حصه الثعالبه، لان انا حصه الثعالبه كل شيء ما يحصل من عندها، بس الزراعي شدات ودفاتر. اكو مسؤول اليوم قاعد بالزراعي؟ لا هم لا. مجرد بيع الخدمات اللي مال المناطق الطابو للزراعي. نعم. الشيء الثاني يعني برايك استاذ حسين اليوم لو مسؤول قاعد بهاي المنطقه يمكن ما راح يتغير حالها، نشوف تبليط واعمده وشوارع. والله انت سبقتيني بهذا الكلام، انا اتمنى انه من رئيس الوزراء يقعد من بغداد خلف البزل يخليه هناك يبني بيت. نعم. ومن ايتاي انه هاي الامنيه الوحيده انه امين بغداد وخاصه تغيير الامين الحالي، لان بصراحه بس الوعود اللي شفناها ونطالبهم. نعم. هم طالب رئيس الوزراء انه الامين الجديد انه بيته يكون خلف البزل حصرا. الشيء الثاني بس. نعم. الوعود مالتهم صار وتدلل، حتى والله يشهد حفظناها صار وتدلل. نعم. وهذا السبوب وهذا الشهر. رسالتنا يعني الأمانة بغداد، انتم اكيد عندكم مكتب اعلامي ومكتب رصد ل يعني اغلب الحلقات واغلب البرامج اللي تعرض، بالتالي اليوم احنا نوجه لكم نداء من خلال منبر المعتمد انه تتابعون حاله هاي الاهالي اليوم. هاي اهالي على قد امكانيتها اضطرت تشتري بهاي القطع، يعني حسب امكانيتها العوالي، يعني احسن ما قاعده ايجار ومتبهدله تضطر تشتري بمبالغ بسيطه في سبيل انه تبني بيوت وتعيش عيشه يعني شويه محترمه بعيدا عن الايجار ويعني الغلاء اليوم اللي دا نشوفه. لكن اليوم اللي دا يصير منطقه ما بها خدمات، بها بزل اليوم، شوارع منبلطه وهي تابعه اليوم لامانه بغداد، فنتامل انه من الامانه يكون لها حق الرد اكيد مكفول، ونجاوب على تساؤلات اليوم الاهالي اللي انطرحت سواء من الاتصالات او من خلال الضيوف ايضا اللي موجودين معي داخل الاستوديو. نعم ارجع وياك استاذ حسين. استاذ حسين انت ذكرت 11 مليار و600 صرفت على المنطقه، وين راحت؟ والله يا ست مو قلت لك انا، هي مو بس ال 11، اذا تراجعين هسه تنفتح ملفات الثعالبه بالواردات والجبايه اذا ما يعني تنحسب من ميزانيه الدوله من هاي المناطق بس. نعم. انت تحديت امين بغداد انه يسكن بهاي المنطقه. هي تحدى، ولهذا اليوم والله العلي العظيم اتمنى امنيه انه يكون بيته الخاص هناك. نعم. خلي يقدر يعيش ويشوف المأساة مالت الناس، على مود هو المسؤول مني يصعد يعرف انه اتجيت من هاي المنطقه تعرف معاناته. الشيء الاهم من هذا. نعم. راح نرجع للكهرباء. مهندس سعدون، خلي على مود الامانه، مهندس زي. سعدون كان مدير فرع الكهرباء الصدر. نعم. الشخص الوحيد اللي مد يد العون المناطق الثعالبه. قسما بالله بس مجرد انه سوى اقتراح انه كل شهر تنزل محولات واعمده وتنمد تدريجيا ثاني يوم النقل. يعني ساعد المنطقه؟ اي قال انا راح اجهزها شهريا انه محولتين و60 عمود امشيها تدريجيا على مود انه تنبني المنطقه وياي امد كهرباء ثاني يوم النقل. شيء ثاني مهندس وسام ابو المشاريع، عندنا شوارع لحد هسه يعني صفر. مدير المشاريع استاذ صفاء حاليا مدير المشاريع، يعني شوارع متهالكه، نطالب بشارع والله على مود تبليط انه يوصل لهاي المنطقه، لان صعوبه تدرون يعني هسه خاصه المطر، واذا كان صيف صحراء. ردنا شارع للعلم تم ادراجه، هو شارع السده تم ادراجه انه تبليطه، للعلم كل شيء ما شفنا، وهذا الحكي قبل حوالي يمكن 6 أشهر أو 7 أشهر طلعوا عليه كشف، وموجود حتى وموثق طلع عليه كشف
واخذوا الكميات جدول الكميات وكل شيء ما شفنا هم وعود. احنا الناس اللي تشتغل راس ثاني يوم نشوفهم اختفوا. ليش شنو الاسباب يعني ظلم لهاي المنطقه؟ شنو الغايات؟ الغايات اولا استحواذ الفاسدين على هاي المناطق. نعم. الشيء الثاني ليش يردون يسقطوها؟ مو هسه انا جاي اشعب بهذا الكلام. نعم. هاي المناطق باعتبار دا تجبي بوصولات رسميه. هاي ما راح يطب شيء بجيبهم لان باعتبار دا تطب واردات للدوله. هاي ما تخدمهم. نعم. بس تخدمهم الزراعي اذا ينمد له مثلا مغذي، المغذي ينباع ب 350 الى 400 مليون للزراعي، مغذي مال الكهرباء. مغذي الكهرباء يصرفه لبطابو. نعم. اللي ما راح يحصل من عنده ولا درهم، اللي الدوله راح تستفاد من الخدمات ومن الاجور، لا يمد للزراعي تجي مالات على قولة الناشفات. هاي مشينا يمين على جدولهم. كل ما قال له موجودات قال لي جنك ناشفات، ما اعرف هاي الناشفات شنو ما نعرف. احنا سرنا العجيب والرهيب انه ما نحدد الشخص المسيء واللي يعرقل والشخص المذنب اللي هو سبب دمار هذه المناطق. نعم. استاذ حسين قوي عندي اتصال هاتفي. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل منو ويانا؟ انا كرار، ستنا العزيزه، انا عندي قطعه ارض في منطقه الثعالبه من 2001. نعم. اول ما توزعت انا اشتريتها ولحد الان، انا من 2001 ولحد الان انا قاعد ايجار. ما اقدر ابني هاي قطعه الارض. السبب شنو؟ يشيلون الخدمات يودوها للمناطق الزراعيه، للمناطق الزراعيه تحط فلوس. نعم. اي واحنا قاضيها بالايجارات، ليش؟ لانه الدوله تاخذ من عندنا جبايه وتاخذ من عندنا رسوم وتاخذ من عندنا ضريبه وماكو اي حل. ناشدنا وطلعنا مظاهرات ورحنا ورجعنا وكل شيء ماكو، كل شيء ما نعم. قدمت لنا الدوله. زين الدوله ليش بدها تاخذ رسوم وضريبه وليش بدها تاخذها؟ نعم. زين يعني شو الرسالة حابة توصلها خلال البرنامج؟ بالإيجارات. احنا قاضيها بس بالإيجارات، ها خلص. الله يعينكم. يعني والدولة ما تباوعنا وهاي المليارات اللي تاخذها على أساس ما أعرف. يعني لا هي عايفتنا احنا نشتغل ولا هي اللي تشتغل. نعم. ما نعرف شنو السبب. كرر يعني إن شاء الله رسالتك توصل. إن شاء الله. شكرا لاتصالك. نعم الاتصال ارجعوا للضيوف. نعم نعم استاذ قحطان، سمعت يعني اتصالات ومعاناة اليوم الاهالي. نعم. زين يعني انتم تظاهرتوا اكثر من مره، شنو يعني بعد التظاهرات شنو كانت نتائج؟ بس وعود، بس يكذبون علينا. نعم. روحوا بسيطه وتدللوا ويجي له مسؤول المنطقه يشوفها ويكتب ويقول انا هيك راح اسوي هيك راح اسوي، وقدام العالم طبعا قدام العالم يقول ايه بسيطه، بس من نروح احنا كلجنه خدميه نروح لهم يطلعون يعني شلون روتين، والله موازنه فلوس ماكو ما اعرف ايش، هاي قضيناها وياهم فلوس ماكو وموازنه ماكو. نعم. زين وصل برميل النفط 100 دولار وهذا صار سنه تقريبا يعني ملت خزينه الدوله. تعالوا سووا حتى تجيكم منها جايز مال بناء بها رسوم وشغلات وتحل أزمة السكن. يعني أنا عندي 6000 قطعة بس هذه خلف البزل اللي هذه ما بها صحراء يمكن طلعت. نعم اللي 6000 قطعة، إذا كل قطعة يعني 10 نفرات تشيل يعني هذه هم 260,000 نسمة راح تحل أزمة السكن. بس مثل ما قالوا إخواني يعني هم ما يردون الواردات اللي مرصودة للثعالبة يصرفوها على غير مناطق على الزراعي وعلى التجاوزات. نعم. قدمنا طلب رسمي يعني من اهالي المنطقه، موقع من اهالي المنطقه اذا حب قناتكم الصوره. نعم. قدمناه الى المكتب الخاص. نعم. الشاشه الى المكتب الخاص لدوله رئيس الوزراء مكتب شؤون المواطنين. هذا الطلب. نعم. هذا الطلب موقع من اهالي المنطقه وشرحنا به كل نقص الخدمات اللي تعاني من عندها المنطقه. فاليوم الكلام موجه الى دوله رئيس الوزراء. اذا اقول انا يعني حكومتي، هذا الطلب وجهته لرئيس الوزراء. نعم نعم. نعم. المكتبه وصل المكتبه واستلموه من عندنا هناك مكتب شؤون المواطنين. نعم. باي زين؟ تاريخ؟ قبل يومين. قبل يومين. نعم. زين. هذا الطلب قلت لك شرحنا به كل المعوقات اللي تعاني منها المنطقه
والكلام موجه لدولة رئيس الوزراء. ذا اليوم يقول أنا حكومتي حكومة خدمات هاي المنطقة وشرحنا لك بها كل شيء، تعال قدموا خدمات. يعني هذا كتاب وصل لمكتب رئيس الوزراء؟ نعم. أكو متابعة على الموضوع لحد لو لحد هذا؟ يعني بعد ما اتصلوا قالوا إحنا استلمنا الطلب وإحنا نتصل بكم. وبعد يعني يا ريت يتابع هذا وبعد يم مكتبه ويا ريت يتابع هاي القضية. أيضا نضم صوتنا لمكتب رئيس الوزراء، نتأمل إنه متابعة هذا الكتاب الصادر من الأهالي. أكيد ما راح يقصرون فريق الجهد الخدمي وأيضا الهندسي في مكتب رئيس الوزراء في متابعة شؤون المواطنين أيضا، ويعني الاستجابة لرسائلهم. إحنا نتأمل يعني تكون استجابة سريعة مثل استجابات السابقة لبعض الحلقات اللي انعرضت. نعم أستاذ مؤيد، يعني في حال إنه خطواتكم المقبلة، يعني في حال إنه ما توفرت لكم الخدمات، أكيد أنتم مخلين بالكم خطة ممكن تسووها. نعم احنا عندنا اكيد خطوات، الخطوات الاخرى عندنا المظاهرات وعندنا القضاء. زين سبقوا ان تظاهرتوا ونستمر بالتظاهرات لحد ما يحققون مطالبنا، وفي حال اذا ما التظاهرات ما جابت شيء من الجل القضاء. نعم نقيم دعاوي خصوص نقص الخدمات خصوص الاضرار. قمتم اللي دعاوي سابقه؟ لا 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 لحد الان ما قايمين دعاوي. نعم. بس احنا نتامل منهم انهم ما يوصلون لهاي المرحله، زين انه يقدمون الخدمات قبل ما. في حال انه قمتوا يعني دعاوي شنو ممكن اللي يصير التغيير او اجراءات؟ هي الاجراء بس برخصتك اكو شغله واحده، امين بغداد اول البارحه يقول لي روحوا طلعوا مظاهرات، هاي خل توصل لمين سياده رئيس الوزراء. اول البارحه الي شخصيا يقول لي روحوا قطعوا الشارع وسووا مظاهرات. هذا من هسه دي يسوي انه صدامات مو ازمات، صدامات يعني قابلت انت هي إيه؟ انا قابلت اول البارحه. نعم. نص الكلام يشهد الله. نعم. وهذا الحكي شهود، واي مسؤول يجي يريد يقدم خدمات بهاي المنطقه يتهدد، ما نعرف مين يتهدد بحيث يترك المنطقه ويطلع. يعني المفروض ايضا يكون تحقيق بالموضوع. انا اولت البارحه هذا نص الكلام وعليه شهود وممكن موثق وتصوير، لان قلت له انت بس وعود وكله كذب كذب. قال لي روح طلعوا مظاهرات قطعوا الشارع، هذا اللي صار أول البارحة. يعني برأيك يا أمين بغداد إنه هو هذا حل العوائل تطلع وتتظاهر؟ يشهد الله هو يعني كذا ما يشجع المظاهرات على هاي الحكومة. يعني هو صاحب قرار أستاذ حسين. مو أنا للمعلومة هاي أعطيتها المهمة. شيء ثاني أكو شغلات. نعم. من ضمن الفساد إنه ما الضغط عالي بنص المنطقة اللي خلف البزل على مود ما يروح بالزراعة، على مود ولا كل الزراعة على راحتهم يقطعون. خل لو بنص المنطقة بزل أبراج مال كهرباء، للعلم البرج مال كهرباء حاليا ما بي كهرباء. نعم هاي واحدة من الفساد. نعم تروحون المنطقة الثعالب هسه موجود 22 فيدر على مود أبسط لكم اياها، وكل ناس ما تعرفها فيدرات يعني مغذيات، هاي مخصصة لمناطق الثعالبة. مناطق الثعالبة اللي ماخذة من عندها ضبط ذن الفيدرات خط واحد وثلاثة واثنين، والبقية 22 كلها الزراعة مبيوت. استاذ قحطان كلمه اخيره من حضرتك. والله الكلمه الاخيره مثل ما قال اخي حسين، قال احنا انه نطالب امين بغداد لو يسكن بالمنطقه حتى يحس معاناتها، بعد ما عنده بعد ما عندنا شيء يعني نوصلهم اياه حتى يحسون، يحس بالمنطقه حتى يشوفها. نعم. ويشوف ريحه البزول اللي احنا العالم اللي عايشه بيها والطيان اللي بالمنطقه، يعني شلون العالم الطب وتطلع اريده خليجي يسكن. ونطالب هماتين يعني مو نطالب دولة رئيس الوزراء انه يزور المنطقة حتى يطلع عليها. والسيد السوداني هو من الدائرة السابعة اللي على الشعب اتصور هو. نعم. وعنده اطلاع عليها يعني يدري بها هو من الشعب. ايه فنطالبهم انه يجون للمنطقة. نطالبه بالزيارة؟ نطالب رئيس الوزراء بالزيارة. نعم. استاذ حسين رسالتك الأخيرة. رسالتي الأخيرة رحموا هاي الناس وكافي، يعني إذا نائب وخليه ذكره بالاسم، يعني عاش المسار جت الله تقدم خدمات هددوها بالقتل. نائبة تهددت لأن تقدم خدمات؟ نعم للأمانة على موت. هذا اللي صار، يعني أي واحد يريد يقدم خدمات لهاي المنطقة يصفوه. يعني هاي كارثة. هي على مود احنا أمانة الله ورسوله ما عندنا شيء خط أحمر، على مود الكل نكشفه. ويا ريت انه سيادة رئيس الوزراء عن قناتكم، مو اريد انا والله العلي العظيم يعني مو اريد انه والله اريد اصير بالصوره. نعم. لا عندي الوثائق والاشخاص الاسماء شخص اعرفه، ومن ضمنهم قائم مقام الفحامه ما له كل دور صفر نهائيا. والله العلي العظيم عندي ملفات
الله يشهد اطير رقاب وراها. زين استاذ حسين، انت كونك مسؤول خدمات تعرضت تهديد؟ انا هواي ما شاء الله هواي تهديد. شنو الكلام اللي وجهه لك؟ والله يعني انا تجيني مرات رسائل شفويه وهم يعرفون كل زين، انا ما بس استحي من الله واخاف من الله. نعم. ما اخاف لا من بشر والموت عندي لا شيء، تهديد ما تهديد اذني اصلا ما يهمني. نعم. هم يعرفون كل زين شنو حسين الطيباوي بالنسبه له ما يخاف ولا يستحي بالحق ولا الانسان المقصر نذكره والانسان اللي قدم لنا خدمه نذكره مثل ما ذكرت مهندس سعدون مهندس وسام. نعم. ذكرتهم انه هذول اللي قدموا خير، البقيه لا والله بس جينا من عندهم الشر. نعم استاذ، من الناحيه القانونيه يعني هو تعرض للتهديد شنو المفروض اجراءاته بس؟ له حق اقامه دعوه على الاشخاص اللي هددوه. نعم. حق دعوه قضائيه قانوني في اقامه دعوه قضائيه على الاشخاص اللي هددوه، له حق بالتعويض. نعم 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 اكيد حق رد مكفول لاي جهه او شخص ذكر من خلال برنامج احنا منبرنا حر. ووصلنا مناشده اهالي منطقه الثعالب اللي هم اليوم من اكثر المناطق اللي مظلومه واللي ينقصها الكثير من الخدمات والكثير من الامور، رغم اليوم هي منطقه سكنيه وليس زراعيه. شكرا لك استاذ قحطان ابراهيم ممثل عن اهالي المنطقه، شكرا لضمامك يوم ويانا. شكرا لك استاذ حسين الطليباوي مسؤول لجنه الخدمات في منطقه الثعالب. شكرا شفتي رحم الله والديك. شكرا لك استاذ مؤيد الحمداني محامي وممثل عن اهالي المنطقه. شكرا. اكيد نورتونا، تحياتنا لكم وشكرا للمناشده. وصلنا وياكم مشاهدي الى ختام حلقتنا، انتظروا غدا ان شاء الله حلقه جديده من برنامجكم المعتمد. تحياتكم وتحيات كادر عمل جميعا. الى اللقاء.